وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أكدت الدكتورة عفاف ميرزا استشارية صحة عامة وطب عائلة بوزارة الصحة، أكدت أن مراكز فحص فيروس كورونا مزودة بأفضل المواصفات والمعايير الطبية، وذلك لضمان سلامة وصحة المواطنين. أهم شيء في البداية أن الشخص اللي قاعد يسوي الفحص يعزل نفسه عن الآخرين إذا كان في مكان في أحد ثاني، يحط جهاز الفحص في كيس بلاستيكي، يبلغ عن النتيجة الإيجابية في برنامج مجتمع واعي، ويتوجه مباشرة إلى أقرب مركز للفحص يكون إيه، مثلا مركز راشد للفروسية أو المركز الموجود في السايف محافظة المحرق وراء مستشفى الملك حمد الجامعي. لا نزال رغم انخفاض الأعداد لا نزال في الجائحة، فالمحافظة على لبس الكمام، تعقيم الأيدي، المحافظة على المسافات مع الآخرين على مسافة مترين، تقليل الاختلاط قدر الإمكان، والمبادرة لأخذ التطعيم. بالنسبة إلى اللي أخذوا الجرعتين وحسب الاشتراطات المفروض يأخذون الجرعة التنشيطية، رجاء المبادرة بأخذ الجرعة التنشيطية، وذلك للمحافظة على المناعة المجتمعية الموجودة ورفعها، بحيث أن احنا نوصل إلى المناعة المطلوبة لمنع انتشار الفيروس.